والصيغ أخرى. أ عدد حقيقي غير منعدم، إذا كان لدينا قيمة مطلقة لـ x أصغر أو يساوي أو أصغر قطعا من أ، يعني تكافئ أن x محصور بين ناقص أ و أ. تطبيق: حل في أ المتراجعة، مثلا القيمة المطلقة لـ 3x ناقص 7 أصغر أو يساوي 2 مثلا. إذن كتطبيق للخاصية، لدينا القيمة المطلقة لـ 3x ناقص 7 أصغر أو يساوي 2 تكافئ أن x، يعني ما داخل القيمة المطلقة، محصور بين ناقص أ يعني ناقص 2 و 2، يعني نقوم بإضافة 7 إلى كل طرف فنحصل على 3x ناقص 7 زائد 7 يعني 0، ناقص 2 زائد 7 يعني 5، 7 زائد 2 9. نقوم بالضرب في 1 على 3 كل طرف، إذن 3x في 1 على 3 هي x، 9 في 1 على 3 هي 3، ثم 5 على 3. إذن x سوف تكون محصورة بين 5 على 3 و 3. نقوم بكتابة الحل أو بتمثيل الحل على المستقيم العددي. 0 هنا مثلا 1 2 3، إذن بعد 3 هنا 5 على 3 تقريبا 1.66، إذن 1.66 تقريبا هنا بالتقريب. إذن الحلول موجودة في هذا الجزء، المجال المغلق لأنه لدينا أو يساوي أو يساوي. إذن أس مجموعة الحلول هي من 5 على 3 إلى 3. قمنا بتمثيل الحلول على مستقيم عددي أو إيه، ثم قمنا بكتابة الحلول على شكل مجال أو مجموعة من الأعداد التحقيق المتفاوتة. خاصية أخرى، إذا كان في هذه الحالة قيمة مطلقة لـ x أكبر أو يساوي أ، إذا كان لدينا أكبر قطعا نعوض فقط في الحل بأكبر قطعا، هنا أكبر أو يساوي، يعني إما x أكبر أو يساوي أ أو x أصغر أو يساوي ناقص أ. إذا كان لدينا قيمة مطلقة لـ x أكبر أو يساوي أ فإن تكافئ x أكبر قطعا من أ، عفوا أكبر أو يساوي أ، أو x أصغر أو يساوي ناقص أ. إذن كتطبيق، هل في أ المتراجحة مثلا 3x ناقص 2 أكبر أو يساوي أو أكبر قطعا من 1، إذا قمنا بكتابة أكبر قطعا نعود هنا أكبر قطعا وهنا أكبر قطعا، إذا كان لدينا أو يساوي يعني أو يساوي أو يساوي. إذن هذه الكتابة أو هذه المتراجحة تكافئ، وتعني ماذا تعني؟ تعني أنه العدد التالي أكبر من 1 أو أصغر من ناقص 1، يعني 3x ناقص 2 أكبر قطعا من 1 أو 3x ناقص 2 أصغر قطعا من 1، من ناقص 1 عفوا. لماذا؟ لأنه لدينا هنا قطعا، لو كان لدينا أو يساوي إذا نضع أو يساوي أو يساوي، واضح؟ يعني هنا نضيف 2 إلى الطرفين تصبح 3x أكبر من 3، أو هنا نضيف كذلك 2 تصبح 3x أصغر من 1. نقوم بالضرب في 1 على 3 تصبح x أكبر من 1 أو x أصغر من 1 على 3. إذا نمثل الحلول على المستقيم العددي، 0 1 على 3 يعني ثلث. إذا الحل الأول x أصغر من 1 على 3 يعني هذا الجزء قطعا يعني مفتوح المجال، والجزء الثاني x أكبر من 1 يعني من 1 كذلك 1 خارج المجال إلى زائد ما لا نهاية. نمثل هذا الحل على شكل مجال S من ناقص ما لا نهاية إلى 1 على 3، ناقص ما لا نهاية خارج المجال، 1 على 3 أيضا خارج المجال. لماذا 1 على 3 خارج المجال؟ لأنه لدينا قطعا واتحاد. الجزء الثاني من 1 إلى زائد ما لا نهاية. إذن الحلول المتراجعة هي مجموعات المجالات التالية أو المجالين التاليين.
خاصية أخرى. إذا كان لدينا القيمة المطلقة لـ x محصورة بين a و b و a عددين حقيقيين غير منعدمين، محصور بين a و b، ماذا تكافئ هذه المتفاوتة؟ تكافئ أن x محصور بين a و b أو ناقص x محصور بين a و b بكل بساطة. إذن كتطبيق، حدد قيم x بحيث القيمة المطلقة ل 3x أو 8x ناقص 3 محصور بين مثلا 1 و 2 مثلا. إذن القيمة المطلقة ل 2x ناقص 3 محصور بين 1 و 2، يعني إما x محصور بين a و b، يعني 2x ناقص 3 محصور بين 1 و 2، أو ناقص يعني مقلوب هذا مقابل هذا العدد، مقابل هذا العدد، أو ناقص يعني 3 ناقص 2x مقابل أو محصور بين 1 و 2. لماذا قمنا بكتابة 3 ناقص 2x هنا وهنا 2x ناقص 3؟ قلنا x، وضعنا x كما هي، لكن بالنسبة لناقص x، إذا قمنا بحساب ناقص x، فهي ناقص 2x ناقص 3 تساوي ناقص 2x، ناقص مع ناقص زائد 3، يمكن أن نقوم بكتابة 3 ناقص 2x، إذا 3 ناقص 2x، ثم نقوم بتأطير x، يعني البحث عن قيم x. لأن نضيف 3 إلى كل طرف في هذه المتفاوتة، نقوم بإضافة 3 إلى 1 تعطينا 4، 2x ناقص 3 زائد 3 2x، 2 زائد 3 5، أو هنا كذلك نضيف أو نقوم بحذف 3، إضافة ناقص 3 من كل طرف، إضافة ناقص 3، 1 زائد ناقص 3 يعني ناقص 2، 3 زائد ناقص 3 0 تصبح ناقص 2x، أصغر أو ساوي 2 زائد ناقص 3 يعني ناقص 1. هنا نقوم بالضرب في 1 على 2، x محصور بين 4 في 1 على 2 2 ثم 5 على 2، أو نقوم بالضرب في ناقص 1 على 2، وهنا إذا قمنا بالضرب في ناقص 1 على 2 سوف يتغير الترتيب، ناقص 1 في ناقص 1 على 2 تعطينا 1 على 2، هنا ناقص 2x في ناقص 1 على 2 تعطينا x، ثم هنا ناقص 1 على 2 في ناقص 2 تعطينا 1. إذا نقوم بتمثيل الأعداد التالية على المستقيم العددي ثم نبحث عن قيم x التي تحقق متفاوت. إذا نضع هنا 0، هنا مثلا 1، إذن هنا 1 على 2، نقوم بوضع مجال أكبر، هنا مثلا 1، هنا 1 على 2، ثم 3 على 2، ثم 2، ثم 5 على 2 إلى آخره. إذا المجال الأول ما بين 1 على 2 إلى 1، ما بين 1 على 2 المجال مغلق لأن لدينا أوسع. المجال الثاني من 2 إلى 5 على 2، كذلك المجال مغلق. إذا قيم x التي تحقق المتفاوتة هي قيم x التي تحقق 2x ناقص 3 واحد، هي الأعداد التي تنتمي إلى المجالات، المجال الأول وهو أو إلى المجال مجموع مجالين، المجال الأول هو من 1 على 2 إلى 1 اتحاد، من 2 إلى 5 على 2. إذن قيم x التي تحقق متفاوتة هي القيم التالية.